نشرة الأخبار من النبأ والبداية بأبرز العناوين. نصية يؤكد أن الانتخابات الرئاسية هي المحطة النهائية، ومجلس الدولة يعتبر قانون الاستفتاء لم ينتج عن توافق سياسي. عضو بمجلس النواب يطالب روسيا بالتدخل وبقوة في الشأن الليبي. ومسؤول عسكري أمريكي يقول إن الأوضاع بليبيا تتحسن لصالح عودة بعثة دبلوماسية أمريكية إليها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبد السلام نصية إن الانتخابات الرئاسية هي المحطة النهائية في ليبيا، وتحتاج إلى تشريع إما دستور أو قاعدة دستورية. أضاف نصية في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية أنه سيتم الاستفتاء على مشروع الدستور، وإذا جاءت الإجابة بنعم ستجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية في مدة لا تتجاوز نهاية العام القادم. وذكر رئيس لجنة الحوار أنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بلا، فيجب اختيار قاعدة قانونية، وفي جميع الأحوال ذهاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو الحل، مشيرا إلى أنه على الجميع تقبل نتيجة الانتخابات. وبدوره أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن قانون الاستفتاء الذي أقره البرلمان مؤخرا لم ينتج عن توافق سياسي بعد أن رفضه مجلس الدولة وسجل حياله عددا من الملاحظات. كرموس وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية ذكر أن القانون لم يحدد حتى الجهة التي يعاد إليها الدستور في حالة عدم التصويت بنعم، وبالتالي فإن الكلمة الآن أصبحت للشعب الليبي الذي سينهي كافة الخلافات في حالة تصويته بنعم بحسب تعبيره. وأشار إلى أن هناك بعض العوائق التي تقف أمام عملية تنظيم الاستفتاء، بينها الأوضاع الأمنية والمبلغ المالي الذي طلبته المفوضية العليا للانتخابات للشروع في تنظيم عملية الاستفتاء. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المجلس الأعلى للدولة سيد سعد بن شردة. أهلا بك سيد سعد. أهلا بك سيدتي وأهلا بمشاهديك الكرام. سيد سعد، يعني ما سبب تأخر التوصل الاتفاق بينكم وبين مجلس النواب حتى الآن؟ هو لا شك يعني التواصل دائم وكاد أن ينجز، ولكن ما حدث في التعديلات الأخيرة سواء كان التعديل العاشر بخصوص قانون الاستفتاء أو التعديل الحادي عشر وما حدث فيها وما إضافة مادة الثانية بخصوص التعديل الحادي عشر، المادة الثانية التي لم يصوت عليها داخل قبة البرلمان، هي ما عرقلت جهود طيلة السنة السابقة ما بين اللقاءات المباشرة ما بين المجلسين. ولكن أيضا لم نقطع الأمل، نحن لا زلنا متواصلين بخصوص حذف هذه المادة من التعديل الحادي عشر، لأن هذه المادة زي ما أسلفت لم يصوت عليها. عفوا للمقاطعة سيد سعد، ما هو شكل التواصل؟ التواصل هو تواصل فردي ما بين تواصل مباشر ما بين الأعضاء من المجلسين، يعني أيضا ما بين لجنتين الحوار سواء كان دكتور الهوش أو دكتور عبد السلام نصيحة، في تواصل دائم مدنات بخصوص يعني حلحلة هذه المادة الثانية أو حذفها من المشروع من التعديل الأخير. طيب هل هناك أي مبادرة من الطرف الآخر ربما للاستجابة لمطلبكم بخصوص هذه المادة؟ طبعا في استجابة كبيرة من قبل الأعضاء، وهم في اتجاه أن حيضغطوا على رئيس المجلس النواب هو من ضاف المادة وهم لم يصوتوا عليها، وفي ضغط كبير من النواب الآن، كل النواب مقتنعين انه يجب بهذه الماده ان تحذف، وهذا بتواصلنا زي ما اتفقت مع النواب، يعني جمله حوالي 90% منهم ليس مع اضافه هذه الماده التي ضيفت ولم يصوتوا عليها. هذا بخصوص التعديل الحادي عشر.
اما بخصوص تعديل العرش بخصوص قانون الاستفتاء وتضمينه، الحقيقه يعني هذا التضمين يعني يشبه بعض المخالفات، ومن المخالفات هو حسب الماده 12 من الاتفاق التي تقول ان مثل هذه القوانين يجب المشاركه ما بين المجلسين، وهذا ما لم يحدث. ايضا تشوف رؤيه غير واضحه بخصوص في حاله رفض الدستور بلا، يعني غير واضح ان من يرجع لمن، هو يجب ان يرجع للهيئه التاسيسيه، لان الهيئه التاسيسيه هي هيئه منتخبه ومصدر التشريع بتاعها مثل البرلمان، مثل الدوله، مصدر التشريع بتاعها هو الشعب. طيب سيد سعد، هذه الملاحظات التي ذكرتها او اعترضتم عليها انتم في المجلس الاعلى للدوله، هل تواصلتم بشانها هي الاخرى مع مجلس النواب؟ هل ناقشتموها معهم ام ان هناك اجراءات معينه تنوون اتخاذها؟ عفوا سيد سعد لا اسمعك جيدا. وتكييف هذه القانون بخصوص ان تكون في مشاركه من بين المجلسين وتسليمه للمفوضيه العليا للانتخابات، فممكن حنديروا استدراك يعني من بين المجلسين، وهذا الحقيقه ما ما ما, ما قدمناه لمجلس النواب ان تشكل لجنتين ويكون حسب الماده 12 وينظر في هذا القانون حتى يخرج قانون يعني قابل للتطبيق. كما تعلمين اليوم ان هذا القانون يعني اعتبره انه غير قابل للتطبيق، وهذا يعني وضعه كي يرفض الدستور. فهذه هي يعني النقطه التي تحفظنا عليها، يعني هذا القانون وضع كي يرفض يعني يرفض نتائج الدستور. نعم كما تعلمين انت بعد احنا قبل حتى المقترح السابق اللي قلناه قبل سنه بخصوص قانون الواحد ان ليبيا دائره واحده. نعم وصلت الفكرة سيد سعد بن شرادة، أشكرك شكرا جزيلا، عضو المجلس الأعلى للدولة كنت معنا عبر الهاتف. طالب نائب من مجلس النواب بدر النحيب خلال لقائه مع موظفين من الخارجية الروسية على هامش زيارة رئيس مجلس النواب لموسكو، طلب بتدخل روسيا في الشأن الليبي وبقوة. ونتمنى ان روسيا تتدخل في الشان الليبي بقوه. ما تخليش مجال للدول الاوروبيه وتتدخل في الشان الليبي خاصه ان الشعب الليبي متفائل بال دولة روسيا اللي هي مقاليد الزمان اللي هي حليفة الشعب الليبي، ويرى الشعب الليبي ان روسيا حليفة. وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق طالب ان يكون الموقف الروسي اكثر تفاعلا مع الازمة الليبية. وقال بليحق في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية ان مجلس النواب يعول على دور روسيا في انهاء الازمة الليبية، مطالبا بتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية. وتأتي تصريحات بليحق في إطار زيارة أجرها عقيل صالح إلى موسكو، التقى خلالها برئيس مجلس الدوما الروسية. بعد صخيرات وباريس وباليرمو، ربما يأتي الدور على العاصمة الروسية موسكو لتستضيف جولات ومفاوضات محورها الأزمة الليبية. اقتراح جاء من خلال وفد لمجلس النواب برئاسة عقيل صالح الذي وصل موسكو بحسب تصريحات النائب زياد دغيم للنبأ. كما نقلت وكالة سبوتنيك عن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قوله أن صالح ناقش مع رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين آفاق التعاون الأمني والعسكري، خاصة في مجال التدريب الذي سيسهم في تعزيز أمن ليبيا ومكافحة الإرهاب وفق وصفه. ويرى متابعون للشأن الليبي أن زيارات رموز معسكري ميليشيات الكرامة المتكررة إلى موسكو، عسكريين وسياسيين، تأتي في سياق المحاولات المتجددة لجر الدب الروسي إلى الساحة الليبية
في إطار نهجها باستدعاء التدخلات الأجنبية الدولية والإقليمية للاستقواء بها على الأرض. ولعل التزلف لسيد الكرملين لا يخرج عن طوق التحالف التقليدي للثورة المضادة، إلا أن ازدياد وتيرته أخيرا يراه البعض ناتجا عن امتعاض حفتر ومن خلفه أبو ظبي والقاهرة، مما أقرته القوة الدولية في باريس وباليرمو. ليس من الممكن بعد الفصل في نية روسيا التوغل أكثر في الملف الليبي من عدمها، وسط دبلوماسية تصريحات موسكو الأخيرة عن الأزمة، إلا أن تراجع الدور الأمريكي بليبيا في ظل تردد إدارة ترامب وانشغال أوروبا بمشاكلها الداخلية قد يفتح الباب واسعا لكسب موطئ قدم جديد أمام الحليف الكلاسيكي لأنظمة القمع العربية. قال قائد فرقة خاصة في مشاة البحرية الأمريكية آدم تشالكلي إن الأوضاع على الأرض في ليبيا تتحسن لصالح عودة بعثة دبلوماسية أمريكية إلى البلاد. قائد الفرقة الخاصة وخلال كلمته أمام معهد بوتوماك للدراسات السياسية في ولاية فرجينيا أضاف أنه بعد مضي 6 سنوات على الهجوم المدمر الذي تعرضت له القنصلية الأمريكية في بنغازي، بإمكاننا أن نضمن اليوم ألا تحدث مأساة مشابهة مستقبلا بحسب قوله، مشيرا إلى أنه منذ حادثة بنغازي نفذت العديد من المبادرات عبر القوة المشتركة التي أدت إلى تغيير في المشهد الأمني بحسب تعبيره. وفي المنطقة الشرقية أفاد مصدر بالبحث الجنائي ببنغازي بسقوط قتيلين في أكثر من 20 عملية سطو مسلحة متفرقة ليلة أمس. وأضاف المصدر في تصريح للنبأ أن معظم العمليات وقعت بمناطق شبنة وحي السلام وبو عطني، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة بأحد المحال التجارية ببو عطني رصدت قرابة 12 مسلحا يرتدون ملابس عسكرية سطواها على سيارة أحد المواطنين، ويشاروا إلى أنه جرى تسجيل أكثر من عملية مشابهة في وقت سابق بالمناطق ذاتها. أكد مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور في تصريح خاص للنبأ إصدار مذكرة قبض على من قاموا بإغلاق حقل الشرارة النفطية. وكان مكتب النائب العام وجه كتابا إلى كل من رئيس المباحث الجنائية وأمير قوة الردع بالقبض على كل من بشير خليفة الشح وعبد العزيز غنيمة بتهمة التحريض على غلق حقلي الشرارة والفيل النفطيين وإيقاف ضخ النفط منهما. وبحسب مكتب النائب العام فإن ذلك يأتي على خلفية البلاغ المقدم من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. مركز مكافحة الأمراض يؤكد رصد 100 حالة مصابة بمرض اللاشمانيا بعدة مدن.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار رصد حوالي 100 حالة مصابة بمرض لاشمانيا في عدة مدن داخل ليبيا. وقال النجار في تصريح للنبا إنهم تواصلوا مع وزارة الصحة بالحكومة المقترحة وجهاز الإمداد الصحي عدة مرات لتوفير الدواء لمرض لاشمانيا دون استجابة، مشيرا إلى أنه في حال عدم توفره ستتعرض الحالات لمضاعفات منها التشوه الدائم، وستكون أعداد الحالات بالآلاف خلال شهري يناير وفبراير القادمين. وأضاف مدير المركز أنهم تواصلوا مع جهة دولية لتوفير الدواء ضد هذا المرض. كان الرد من قبل منظمة الصحة العالمية التي وعدت بتوفيره. طلبت اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بالحكومة المقترحة السلطات المصرية بإعفاء المرضى الليبيين من التأشيرة أو تسهيل إجراءات سفرهم إلى مصر. قال رئيس اللجنة أيمن الصيد إن اللجنة استطاعت خلال أسبوع من حملها بالقاهرة توحيد الجهود بين كافة الجهات التي تمثل الدولة لضمان توفير أكبر خدمة علاجية للمواطنين وفق المكتب الإعلامي لوزارة الصحة. وأشار الصيد إلى مناقشة اللجنة مع الملحق الاجتماعي وضع آلية لعلاج النازحين بمصر وعلاجهم على نفقة الدولة. أجريت بالمركز الطبي بنغازي أكبر عملية لمعالجة تشوه خلقي بالمخ والأعصاب لطفل حديث الولادة يعاني من كيس بالظهر وتشوه بالعمود الفقري. العملية الجراحية التي أجراها فريق طبي ليبي واستغرق ساعتين تكللت بالنجاح وعدم ظهور أي مضاعفات بعد 4 أيام من إجرائها. رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمركز خالد العوامي ذكر أنه جرى خلال هذه العملية تصحيح التشوه الخلقي وفصل الأعصاب عن الجلد وغلق الجرح لمنع أي عدوى تصيب الطفل. أقيم بجامعة الزيتونة في مدينة ترهونة الملتقى الأول لاتحاد طلبة الكليات لمناقشة ما يعنيه الطلبة من عراقيل بالجامعة. تفاصيل أكثر حول هذا الملتقى في سياق التقرير التالي. ملتقى هو الأول من نوعه في جامعة الزيتونة لمناقشة أبرز المشاكل والمختنقات التي يعاني منها الطلاب في الجامعة. لم يكتفي الملتقى بذلك، بل بحث كيفية وضع حلول لهذه المشاكل وتعريف الطلبة الجدد بالتخصصات وتوجيههم لها. الغاية والغرض هو تفعيل دور الاتحادات الطلابية في المنطقة، الأمر اللي من خلاله على الأقل يكون في تواصل بشكل مباشر ووضع اليد على الجرح فيما يتعلق بمشاكل الطلاب، باش على الأقل تبدأ فيها آليات دائمة للتواصل مع الطلبة من خلال القيادة الطلابية، قيادتهم الطلابية بعد يتم اختيارها بشكل جيد لمعالجة كافة المشاكل اللي يعانوا منها الطلاب سواء على الصعيد التعليمي أو على أو 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 على أو حتى على الصعيد الشخصي. الملتقى الأول أقيم لاتحاد طلبة الكليات بمدرج كلية القانون في مدينة ترهونة بحضور عدد من الطلبة والطالبات بمختلف الكليات وبحضور الكاتب العام للجامعة ورئيس مجلس الشباب بالمدينة بالإضافة إلى رؤساء اتحاد الطلبة. موضوع الاجتماع ولب الاجتماع أن يكون في اتحادات طلبة على مستوى كليات بمدينة ترهونة، وأن كل كلية يكون اتحاد طلبة هو اللي يمثل الطلبة، ما يمثلش الدكاترة مثلا أو يمثل الكلية بالتوسع. نقاط مهمة شهدها الملتقى تمحورت حول بناء المؤسسة التعليمية التي تحتاج إلى تكاتف الجهود والعمل الجماعي المنظم لاتحاد الطلبة لبناء جسور التواصل مع الإدارة، وهو ما وجد استحسانا من الحاضرين، ليبقى الحكم على مثل هذه الملتقيات مرتبط باستمرارها في المستقبل وتنفيذ ما تخرج به من توصيات.
رغم المناشدات المتكررة للأطر التربوية داخل مدرسة خالد بن الوليد بمنطقة شقيقة لوزارة التعليم بالحكومة المقترحة من أجل صيانتها، إلا أنها ما تزال تنتظر أي تدخل لدعمها وتلاميذها. كاميرا النبا أجالت داخل فصول المدرسة وعادت بالتقرير التالي. ليس هذا مكانا منسيا أو مهجورا، بل مدرسة خالد بن الوليد في بلدية شقيقة بالجبل الغربي. جدران متهالكة ومقاعد مهترئة مع تلف الأبواب والنوافذ وانعدام دورات المياه والإنارة. مدرسة خالد بن الوليد أحد مدارس شقيقة وبلدية شقيقة، وهي تعاني منذ فترة طويلة من الإهمال وعدم الصيانة، ولها فترة من الزمن لم تصان هذه المؤسسة، وهي من حوالي 2006 لم تصل هذه المؤسسة. ونامل من جهات الاختصاص وزارة التعليم ان تنظر لهذه المدرسة. مناشدات متواصلة لم تستجب اليها اي من الجهات لتبقى صامدة امام واقع فصول المدرسة. المدرسة ذات التاريخ الطويل كانت شاهدة على اجيال لم تنساها اهالي شقيقة، فكانت يد العون ممتدة لها دائما سعيا لصيانتها. صينا في السنوات اللي فاتوا على حسابنا الخاص، صينا النوافذ، ركبنا لهم الزجاج، لكن لظروف المعيشة اللي تمر بها ليبيا عجزنا ان نصينه السنة هذه. وتشوفوا في وضع النوافذ او سكناهم باللوح وبالحاجات الثانية، على خاطرهم مش نضيعوا السنة على طلب، ومفروض ان المدرسة السنة هذه تسكر ما استقبلش طلب. الأوضاع المعيشية الحالية حالت دون استمرار هذا العون، فبقيت المدرسة تترقب كغيرها من المؤسسات التعليمية التفات المسؤولين لإنقاذ تلاميذها. لكن واقع الحال في مدرسة خالد بن الوليد يكشف التراجع الحكومي الحاد في دعم التعليم. مدرسة تكافح من أجل الاستمرار في تقديم رسالتها التعليمية في ظل واقع مدرسي يلقي بظلاله على الطلاب ويحول دون حصولهم على الخدمات التعليمية الأساسية. نهاية النشرة، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. نصية يؤكد أن الانتخابات الرئاسية هي المحطة النهائية، ومجلس الدولة يعتبر قانون الاستفتاء لم ينتج عن توافق سياسي. عضو بمجلس النواب يطالب روسيا بالتدخل وبقوة في الشأن الليبي. مسؤول عسكري أمريكي يقول إن الأوضاع بليبيا تتحسن لصالح عودة بعثة دبلوماسية أمريكية إليها. كما تابعتم أيضا، مركز مكافحة الأمراض يؤكد رصد 100 حالة مصابة بمرض لاشمانيا بعدة مدن. مشاهدينا، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت انبا.tv، وأيضا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.